جرحى مدنيون وأضرار مادية جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة أحمد سليم ملا في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. المعتقلون في سجن حماة المركزي يضربون عن الطعام احتجاجا على أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق أكثر من 15 منهم. الهيئة التأسيسية التي انبثقت عنها ما يسمى بحكومة الإنقاذ تصدر قرارا بخصوص اعتماد علم للمناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة في الشمال المحرر. قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة شرقية سوريا بعد تعليقها لأكثر من أسبوع. مصدر خاص يؤكد لحلب اليوم أن نظام الأسد يعد قائمة جديدة للمطلوبين لأداء خدمة الاحتياط في صفوف قواته. مقتل العقيد في قوات النظام مهند كعدي بأبرز الضباط المسؤولين عن مطار التيفور العسكري بريف حمصة جراء تعرضه لحادث مروري.